للسنة الثالثة على التوالي نظمت دار الأوبرا بوعلام بالسايح سهرات رمضانية فنية ضمن برنامج ثري ومتنوع يلبي كل الأذواق. برمجنا من الشعبي الأندلسي، من الموسيقى يعني السيمفونية، من الموسيقى التراثية، من الموسيقى الروحية إلى آخره، ونسهله اليوم بفرقة نعتز بها اللي هي فرقة الفردة. افتتاحية هذه السهرات الرمضانية كانت على شرف فرقة الفردة القادمة من منطقة الساورة من القنادسة ببشار. معتبرينها كصيرة الرحيم، نجيو كل عام إن شاء الله رمضان في الشمال، في بالضبط في ولاية الجزائر، نجيو باش نشوفوا خوتنا ونشوفوا أحبابنا ونتبادلوا الزيارات. فرقة الفردة امتعت جمهورها بقصائد دينية متنوعة تماشياً والشهر الفضيل. مع لحن ممزوج بالآلات الموسيقية العريقة كالعريج والعود أضفى إبداعا آخر على التوزيع الموسيقي واللمسة الخاصة لفرقة الفردة.